إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الإخوان أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. مرحبا بكم في قناة إلكترونيات سيمو. اليوم الإخوان عندنا هاد شوية المشكل اللي مطرح فيها هو عند هاد الانتريبتور ديالها أو النقاصة باش كتخدم ما بقاتش مزيانة. إذا خليكم معي يا إخواني، اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الطريقة باش نبدلوها. إذن كيف ما سبقت وشرت إخواني، المشكل اللي كاين عندنا في هاد المشوات الكهربائية النوع إتيماط، أن هاد الانتريبتور ديالها باش كتكوموندا ما بقاش كاين. اليوم جميع إخواني غادي نشوفوا الطريقة باش يمكن لينا نبدلوه إن شاء الله بواحد جديد. الأمر بسيط إخواني، كل ما غادي نقوموا به هو غادي نحاولوا أننا نحيدوا هاد الانتريبتور، سواء غادي نستعنوا يعني بطورنوفيس او لا بسكين ولا شيء بحال كذا، ونحاولوا اننا نجبدوه نحيدوه من المكان ديالو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اذا اخواني كيف ما سبقت وشرت، المشكل كاين عندنا في هذا الانتريبتور. احنا قمنا بالفتح ديالو، فيه 4 ديال الخيوط، غادي نحاولوا اننا نحيدوهم. الامر بسيط للغايه، نحاولوا اننا نحيدوا هاد جوج الخيوط. كاين عندنا هذا المدخل ديال الكهرباء، هما هادو هما اللي عندهم علاقه بهاد الكابل، وكاين عندنا جوج ديال الاخرين هما اللي كيمشيو لهاد لا ريزيستونس. يعني راه الامر بسيط اخواني، ماشي شي حاجه اللي هي كبيره. حنا ركبنا جوج اللي كيمشيو لا ريزيستونس، ودابا غادي نركبو جوج اخرين اللي جايين من الكابل مباشرة. هذا الاول وهذا وهذا الثاني. اذا ها الانتريبتور ديالنا اخواني، التركيب ديالو راه عنده 4 ديال الرجيلات، يعني مش حاجه اللي كثير، جوج ديال من هاد الجهه وجوج من هاد الجهه. نحاولوا اننا نربطو المكان ديالو هكا، نركبو البريز، ونجربو الانتريبتور ديالنا. اذا كيف ما كتلاحظوا ها الانتريبتور ها هو اخواني شاعل، ولات الامور عاديه. يعني الامر ماشي شي حاجه كبيره، نقدروا نخدموها راسنا، ما نحتاجو تدخل حتى ديال شي حد اخر. نتمنى الاخوان ان هذا الشيء يكون عجبكم. شكرا على التتبع ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.